تهجرنا 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 تفارقنا برغم ما ردنا الفراق برغم ما ردنا الفراق أو تهجرنا وتركنا ديارهن ديارهن أو سكننا بخيم كلها غبير ومطار يا بوي يا بوي يا بوي تفارقنا والله والله تفارقنا آخ وسكننا بخيم كلها غبير ومطار حبيت انه انشر صوتي على العالم، وبنفس الوقت حبيت انشر مع صوتي معاناة النازحين، معاناة الخيم، معاناة اللي عايشين احنا فيها. يعني الكتاب انا بكتب يعني بطبق لحالي، يعني كلمات باخذها من قصائد قديمه، الشعر قديم، اغاني قديمه، بطبق منها كلمات وبنشرهم. طبعا بننشر على هاتف ابن اختي، بصورني بهاتف بدائي، هاتف بدائي، وبنشره على التواصل الاجتماعي، على التيك توك، على الفيسبوك، على اليوتيوب، هيك يعني بدائيات، يعني كونه ما عندنا يعني شيء انه اكثر من هيك. يعني والله تعبنا يا عيون الحزن، قولي للامل يرجع، وشبنا بطفولتنا وطرف ايامنا يدمع، وتهنا في منافي الليل والأرواح تتوجع، ونتمنى يجي بكرة بصبح أحلى من الألواح.